بمشاركة سامح شكري وزراء الخارجية العرب يعتمدون مشروعات القرارات وجدول أعمال قمة المنامة تمهيداً لرفعها للقادة. خلال لقائه بنظيره اليمني شكري يشدد على رفض مصر تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر. دبابات الاحتلال تواصل التوغل في شرق رفح الفلسطينية والأونروا تعلن نزوح نحو 450 ألف فلسطيني من المنطقة حتى الآن. السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بحضراتكم. تبذل جامعة الدول العربية جهوداً كبيرة لإيجاد حلول للقضايا العربية التي تتصدر الساحة وعلى رأسها القضية الفلسطينية. في هذا السياق تستعد العاصمة البحرينية المنامة لاستضافة اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 33، وذلك للتشاور والتنسيق حول مجمل القضايا. ترأس وزير الخارجية سامح شكري وفد مصر بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بالعاصمة البحرينية المنامة. تأتي قمة البحرين للتشاور والتنسيق حيال مختلف القضايا العربية، في مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل وقف الحرب في قطاع غزة. عقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بالعاصمة البحرينية المنامة. أكد موفد التلفزيون المصري إلى المنامة أن وزراء الخارجية العرب اعتمدوا مشروعات القرارات وجدول أعمال القمة 33، وتم رفعها إلى القمة على مستوى القادة والزعماء العرب للتشاور بشأنها واعتمادها بعد غد الخميس. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن مشاعر الانتقام الأسود قد تحكمت في قادة الاحتلال الإسرائيلي ليرتكبوا جرائم التطهير العرقي. وأضاف أبو الغيط في كلمته أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، أضاف أن العدوان على قطاع غزة ليس بوصمة عار على جبين الاحتلال، وإنما على جبين العالم بأسره، موضحا أن الاحتلال تجرد من مشاعر الإحساس بالعار، خاصة وأن الأمور طالت لشهور حتى بدأت بعض الدول المطالبة بوقف إطلاق النار رغم ما تمارسه إسرائيل من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. قمة عربية عادية تستضيفها العاصمة البحرينية المنامة، ولكنها ليست عادية من حيث الملفات والموضوعات المطروحة للنقاش أمام القادة. قمة تأتي في ظروف استثنائية ارتباطا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، وبجملة من الأزمات التي تواجه عددا من الدول العربية. منذ السبت الماضي انطلقت الاجتماعات التحضيرية لقمة البحرين، حيث عقد المجلس الاجتماعي والاقتصادي اجتماعات على مدار يومين للاتفاق على خطة طارئة للتعامل مع تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة، ووضع خطط للعمل العربي المشترك على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي. وأمس اجتمع مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين لوضع الأطر العامة لمحاور الشق السياسي للقمة، تمهيدا لعرضها على وزراء الخارجية العرب وصولا لاجتماع القادة يوم الخميس المقبل.
وتعد القضية الفلسطينية إحدى القضايا المحورية الرئيسية على جدول أعمال القمم العربية، ومن المقرر أن تتناول قمة البحرين القضية الفلسطينية من كل جوانبها، وخاصة في ظل المستجدات الحالية المرتبطة باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. القمة العربية ستبحث كذلك الإعداد لعقد مؤتمر دولي للسلام في إطار العمل المشترك على الصعيدين العربي والأوروبي ومع كل الأطراف الأخرى بهدف تحقيق حل الدولتين وإيجاد أفق سياسي للفلسطينيين في المرحلة المقبلة. ستناقش القمة أيضا مجموعة من الملفات العربية الساخنة على رأسها الأوضاع في لبنان وسوريا وليبيا واليمن والسودان في ضوء الحرب الدائرة. أيضا ستبحث القمة مجموعة من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات التي جرت صياغتها من جانب مجالس وزارية نوعية، مثل تفعيل عمل مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي واستكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامة الاتحاد الجمركي العربي. أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر الثابت تجاه توفير كافة أوجه الدعم للتوصل لحل سياسي مستدام وجامع لكافة الأطراف اليمنية يحفظ وحدة الشعب اليمني الشقيق وسيادته وسلامة أراضيه، ويستند إلى المرجعيات الأممية ومخرجات الحوار الوطني اليمني والقرارات والجهود الخليجية والعربية ذات الصلة. خلال اجتماعه مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني شائع محسن الزنداني، وذلك على هامش اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية المنعقدة في المنامة، شدد شكري على رفض تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، كما أكد أيضا على موقف مصر الثابت إزاء دعم اليمن حكومة وشعبا والتطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي بما في ذلك من خلال استئناف عمل آلية الحوار الاستراتيجي بين البلدين برئاسة وزيري الخارجية. هذا وقد حرص شكري على الاستماع إلى تقييم نظيره اليمني لمستجدات الأوضاع في اليمن الشقيق وتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، فضلا عن تقييمه للجهود الدولية والإقليمية الساعية للتوصل لحل مستدام للأزمة اليمنية وإرساء الهدنة والسلام في البلاد. إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع جميع المدنيين من الجانبين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ونؤكد اليوم من جديد هذه الإدانة الواضحة مع التجديد في الوقت ذاته على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري غير مقبول. توغلت الدبابات الإسرائيلية بشرق رفح الفلسطينية ووصلت إلى بعض المناطق السكنية في تصعيد للهجوم على المدينة التي يحتمي بها أكثر من 1,000,000 شخص بعد نزوحهم من مناطق أخرى خلال الحرب المستمرة منذ 7 أشهر. من جهتها أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أن التقديرات تشير إلى أن 450,000 شخص نزحوا من رفح الفلسطينية منذ 6 مايو الجاري، مشيرة إلى أن الفلسطينيين يعانون بشكل مستمر من الإرهاق والجوع والخوف، فلا يوجد مكان آمن لهم. وسط أنقاض المباني المدمرة والخراب، وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلها بشمال غزة، فيما وصلت طائرات ومدفعية الاحتلال القصف المكثف على مدينة رفح الفلسطينية. الضربات الإسرائيلية بمدينة رفح الفلسطينية أجبرت أكثر من 350,000 فلسطيني على الفرار مرة أخرى من المدينة، وفقا لإحصاءات وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتي أكدت أن المدينة تحولت إلى مدينة أشباح بعدما أصدرت قوات الاحتلال أوامر بإخلاء شمال القطاع. حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لم تتوقف على المدنيين الأبرياء فقط، بل طالت موظفي منظمة الأمم المتحدة، حيث استهدف قصف إسرائيلي سيارة تحمل علامة المنظمة الدولية كانت متجهة إلى مستشفى برفح الفلسطينية، ما أدى إلى مقتل أول موظف أجنبي تابع للأمم المتحدة وإصابة
آخر، إضافة إلى استشهاد 190 فلسطينيا تابعين للمنظمة منذ 7 أكتوبر الماضي. وفي مخيم جباليا بشمال غزة الذي أقيم للنازحين الفلسطينيين قبل 75 عاما، توغلت القوات الإسرائيلية في منطقة كانت قد زعمت أنها أخلتها من عناصر حركة حماس قبل أشهر. الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة زادت سوءا منذ إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي سيطرتها على معبر رفح من الجانب الفلسطيني ومنعها دخول المساعدات العاجلة لإنقاذ المدنيين الأبرياء، حيث دعت السلطات الصحية في القطاع لممارسة ضغوط دولية لإعادة السماح بدخول المساعدات والإمدادات الطبية والوقود لتشغيل مولدات الكهرباء وسيارات الإسعاف، وأصبح الجرحى والمرضى يموتون ببطء بسبب عدم توفر العلاج والإمدادات وعدم قدرتهم في الوقت ذاته على الخروج من القطاع لتلقي العلاج. تفتتح اللجنة الدولية للصليب الأحمر وشركاء لها مستشفى ميدانيا، وذلك في جنوب قطاع غزة، في محاولة لتلبية ما وصفته بالطلب الهائل على الخدمات الصحية، وذلك منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على رفح الفلسطينية الأسبوع الماضي. وعلقت بعض العيادات أنشطتها فيما فر مرضى ومسعفون من مستشفى كبير في الوقت الذي كثفت فيه إسرائيل عمليات القصف على الجزء الجنوبي من القطاع، حيث يتواجد مئات الآلاف من النازحين من مناطق أخرى. وصرحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن المرضى في غزة يعانون للحصول على الرعاية الطبية التي يحتاجون إليها بشكل عاجل، ويعود ذلك جزئيا إلى الطلب الهائل إلى الخدمات الطبية وإلى انخفاض عدد المرافق الطبية العاملة. على الرغم من استمرار فتح بوابة معبر رفح من الجانب المصري، تمنع قوات الاحتلال دخول المساعدات من جميع المعابر. حذرت مصر من استمرار تداعيات احتلال المعبر وتوسيع العمليات العسكرية داخل القطاع، وحملت الاحتلال مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع. المزيد يطلعنا عليه مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين، ما زلنا في متابعة مستمرة للمجهودات المصرية المختلفة للتخفيف عن كاهل الأشقاء في فلسطين منذ بدء العدوان على قطاع غزة. تحدث عن استمرار فتح بوابة معبر رفح المصرية لدخول المساعدات الإغاثية، إلا أن الناحية الأخرى من الناحية الفلسطينية بعد أن قامت قوات الاحتلال باحتلال معبر رفح الفلسطيني فمنعت دخول المساعدات من الناحية الفلسطينية أو من بوابة معبر رفح الفلسطينية ومن معبر كرم أبو سالم، مما أيضا يعني يؤدي إلى كارثة إنسانية وإبادة جماعية تم اتهام إسرائيل بها في محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بعد طلب مقدم من جنوب أفريقيا. وقررت مصر خلال الأيام الماضية أن تشارك جنوب أفريقيا في هذه الدعوة ضد إسرائيل، وحملت أيضا مصر إسرائيل ما يحدث في القطاع، وحملت إسرائيل أيضا يعني الكارثة الإنسانية التي وصل إليها القطاع، وحملتها أيضا المسؤولية في كل ما يحدث من إبادة جماعية. استمرار القصف الشديد على شرق مدينة رفح وتوسعة للعمليات البرية أيضا، واستمرار للقصف في جميع أنحاء القطاع في الشمال والوسط والجنوب أيضا، هذا لا يوقف المفاوضات المصرية المختلفة والضغط المصري في محاولة لوقف الحرب والوصول لوقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وأيضا لا يوقف عمل اللجنة العليا للمساعدات الأجنبية، هذه اللجنة التي كانت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي وصل منها بضع طائرات بالفعل. هذه الطائرات محملة بأطنان من المساعدات الإغاثية مثل الخيام على سبيل المثال، تصل إلى مطار العريش الدولي يتم تحميلها على الشاحنات، ولكن كالعادة تصل حتى بوابة معبر رفح المصرية وهي مفتوحة وهو جاهز لإدخال هذه المساعدات طوال الوقت ولم يغلق أبوابه، إلا أن الناحية الأخرى من الناحية الفلسطينية لا تمنع دخول هذه المساعدات. ربما هذه هي الصورة من العريش ورفح، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.
تواصل الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودها لدعم القضية الفلسطينية، وذلك في إطار موقف مصري واضح تجاه القضية التي حملتها القاهرة على عاتقها، وذلك منذ عام 1948. وشددت مصر مرارا على أن حل القضية الفلسطينية يرتكز على محاور عدة أساسها يكمن في حل الدولتين وفي إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية. المزيد مع مصطفى ميزار. أهلا بكم. دعم غير محدود وإيمان راسخ على مدار عقود، موقف مصري واضح تجاه القضية الفلسطينية التي حملتها القاهرة على عاتقها منذ عام 1948، هو موقف لم ولن يهتز يوما أو يتغير حتى يحصل الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه. القاهرة حرصت دوما على التأكيد على مقاربتها الوطنية لحل القضية الفلسطينية والتي ترتكز على محاور عدة أساسها أن حل القضية الفلسطينية يكمن في إنفاذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. بالتوازي، رفضت مصر الإجراءات أحادية الجانب التي تعوق إقامة الدولة الفلسطينية كالاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، فضلا عن دعمها الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة، وبصفتها أكبر دولة عربية وقوة إقليمية فاعلة كانت لرؤسائها ومسؤوليها مواقف واضحة وثابتة في المحافل وفي المؤتمرات الإقليمية والدولية لدعم القضية. في سبتمبر من عام 1993 شاركت مصر بتوقيع اتفاق أوسلو الذي توصل إليه الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي، وتوالت جهودها حتى إتمام توقيع بروتوكول القاهرة أغسطس عام 1995 الذي تضمن نقل عدد من الصلاحيات للسلطة الفلسطينية. مع انطلاق الألفية الجديدة طرحت مصر مبادرة لوقف العنف واستئناف المفاوضات في مارس من عام 2001، ثم اقترحت في يونيو من عام 2022 إعلان إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وهو ما أكده مجلس الأمن الدولي. كانت لمصر جهود في إقرار خارطة الطريق تبنتها اللجنة الرباعية والتي أيدت وثيقة جنيف في ديسمبر من عام 2003 تنص على انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي التي احتلتها عام 1967. أشرفت على الانسحاب الإسرائيلي من غزة في عام 2006 عقب التوغل البري للقوات الإسرائيلية في القطاع، ومن ثم الإشراف على صفقة جلعات شليط عام 2011. مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو من عام 2014 ظلت القضية الفلسطينية قضية محورية لمصر، فبذلت القاهرة العديد من الجهود لوقف إطلاق النار لتجنب المزيد من العنف وحقن دماء المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني. وتدخلت مصر بشكل دائم ومستمر مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني على رأسها ملف المصالحة، وأشرفت كذلك على توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق إنهاء الانقسام في عام 2017 إيمانا منها بضرورة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني أولا من الداخل. في عام 2021 نجحت مصر في إحلال الهدنة ووقف إطلاق النار غير المشروط بقطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي الغاشم عليها، كما رصدت ميزانية قياسية بلغت نصف مليار دولار لإعادة إعمار القطاع. عقب عدوان مايو عام 2021 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بنقل المرضى والحالات الحرجة للعلاج بالقاهرة، كما أرسل الهلال الأحمر المصري مواد أغاثية ومستلزمات طبية إلى القطاع. تم تجهيز 3 مستشفيات لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة عبر ميناء رفح البري. الجهود المصرية المخلصة
ظهرت جلية وبشكل أكبر خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم منذ 7 أكتوبر بتفعيل تحركات آنية في عدة اتجاهات سياسية ودبلوماسية وإغاثية لمحاولة تقويض هذه التداعيات وتقليل تأثيراتها قدر المستطاع في إطار موقفها الثابت والراسخ من القضية الفلسطينية، قضية العرب الأولى، قضية لن تتردد مصر في حمايتها وأداء واجبها تجاه الأشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم مهما طال الزمن وتعددت أشكال الاحتلال. وللمزيد حول جهود مصر الدائمة تجاه القضية الفلسطينية انضم إلينا الأستاذ محمد علي حسن الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية. يعني سيد محمد، بعد التحية، مصر ومنذ اندلاع الحرب على غزة وذلك في 7 أكتوبر الماضي وهي بتواصل جهود مستمرة لوقف التصعيد والوقف الفوري أيضا لإطلاق النار، بالإضافة إلى مختلف الطرق الدبلوماسية التي خاضتها مصر من أجل العمل على إجبار المجتمع الدولي على أن يكون له كلمة على أرض الواقع وتفعيل هذا الدور على أرض الواقع، قراءتك لهذا الدور المصري المستمر دائما تجاه القضية الفلسطينية؟ في البداية أن مصر كانت وستظل الدعم الأكبر للقضية الفلسطينية، وهي الدولة الأكثر دراية بالملف الفلسطيني والقادرة على القيام بدور فاعل تجاه هذه القضية. بالحديث عن الجهود المصرية منذ 7 أكتوبر من العام 2023، هناك مواقف مشرفة للغاية من قبل مصر تجاه القضية الفلسطينية، بداية من إعلان الدولة المصرية موقفها الراسخ والرافض تماما لأي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، رفضا لتصفية القضية الفلسطينية، وأيضا بذلت الدولة المصرية وكل المؤسسات المعنية بها جهودا قوية للغاية من أجل وقف إطلاق النار، وهذا ما لمسناه في المساعي المصرية خلال الأشهر الماضية لتجنب المزيد من العنف وحقن الدماء للمدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني الذين يدفعون في الحقيقة الثمن خلال هذه المواجهات العسكرية، فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها مصر من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الغذائية في موقف مشرف أثنت عليه جميع دول العالم. دعينا نقول أن كم المساعدات التي قدمت من العالم في مقابل المساعدات المصرية وصلت إلى 80% من المساعدات التي دخلت من معبر رفح إلى الأشقاء في الجانب الفلسطيني في قطاع غزة. نعم. طبعا بالنسبة للجانب الدبلوماسي أو المحور الدبلوماسي، مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي تابعنا منذ اليوم الأول لهذه الحرب كم الاتصالات ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والأمين العام للأمم المتحدة واتصالاته أيضا بالرئيس الأمريكي جو بايدن والاتصالات المتبادلة بزعماء دول العالم والتي أكد فيها على حقوق الشعب الفلسطيني و وجوب اتخاذ إجراءات لمنع المزيد من الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة وتقديم المساعدات لهم ووقف إطلاق النار. بدأنا بمؤتمر القاهرة للسلام الذي أثنى عليه جميع المشاركين من الزعماء الذين شاركوا سواء من الدول العربية أو الدول الغربية، وكان بداية تحرك حقيقية دبلوماسيا في الدول العالم التي اتخذت إجراءات أخرى، وكان آخرها بكل فخر وبكل قوة الدعوة المصرية والإعلان
الرسمي المصري لدعم الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية. نعم. للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. نعم. نستطيع أن نقول أن هذه الخطوة التاريخية والمشرفة تمثل إضافة نوعية وضغط قانوني متزايد يضاف لسجل حافل من الجهود المضنية التي تبذلها الدولة المصرية من أجل الدفاع عن القضية الفلسطينية ورؤيتها. أشكرك. أيضا أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد علي حسن الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الخارجية، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. نتحول للمنامة وموفد التلفزيون المصري محمد عبد الله لنقل أحدث التفاصيل بشأن التحضير لقمة مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القادة. محمد أهلا بك، وإطلعنا على تفاصيل التحضيرات والاستعدادات للقمة. يعني تمت القمة كافة التحضيرات والاستعدادات للقمة على مستوى القادة والزعماء والتي تعقد إن شاء الله يوم الخميس المقبل هنا في المنامة. وزراء الخارجية العرب اجتمعوا صباح اليوم ووضعوا اللمسات النهائية والأخيرة على مشروعات القرارات وشكل البيان الختامي لقمة البحرين. هناك توافق على كافة جدول أعمال قمة البحرين اتفق عليها وزراء الخارجية العرب، توافق على جميع بنود جدول الأعمال الذي سيطرح على القمة على مستوى القادة والزعماء. هناك أيضا حضور من القادة والزعماء العرب، ثلثي القادة والرؤساء والزعماء العرب سوف يحضرون هذه القمة، وهو ما يؤشر إلى نجاح هذه القمة نظرا لنسبة الحضور القوية التي ستحظى بها قمة المنامة. هناك أيضا إعلان سوف يصدر عن القمة بعد انتهاء اجتماع القادة والزعماء العرب الخميس المقبل، سوف يعرف بإعلان البحرين. هذا الإعلان سوف يشمل ما هو القرارات وما هو التوجهات في التعامل مع الملفات المطروحة على جدول أعمال القادة والزعماء العرب والتي تتصدرها بالتأكيد ملف القضية الفلسطينية. طيب محمد اسمح لي، يعني أنت ذكرت محمد وزراء الخارجية العرب يعتمدون مشروعات القرارات وجدول أعمال قمة المنامة، ربما الأجواء التمهيدية للقمة بعد غد الخميس بإذن الله مهم أن نطلع عليها، إلى أي مدى هناك توافقات، إلى أي مدى الأجواء يعني مبشرة ومؤشرة لتوافقات في قمة القادة؟ نعم، يعني المؤشرات الأولية تشير طبقا لاجتماع وزراء الخارجية العرب، الاجتماع لم يستغرق وقتا طويلا على غير العادة، تم الاتفاق على كل بنود جدول أعمال الاجتماع. علمنا من مصادرنا أنه تم تنحية كافة القضايا الخلافية حتى لا يتم طرحها على مستوى القادة والزعماء، ومن ثم نحن أمام قمة تسعى إلى لم الشمل، تسعى إلى العمل على بشكل مختلف مع التطورات الحاصلة وبالأخص في الملف الفلسطيني. هناك ترقب من الشارع العربي كيف ما هو سقف الطموحات التي ستخرج بها قمة البحرين، ومن ثم هناك تحركات ووعي كبير من جانب القادة والزعماء فيما يتعلق بالأنظار العربية التي تتجه إلى هذه القمة وما ستتمخض عنه من قرارات. نحن أمام مشهد تتعدد جوانبه وأحداثه ليس فقط في الملف الفلسطيني، ولكن أيضا هناك ملفات أخرى ستطرح على مطروحة على أجندة أعمال هذه القمة، التطورات الحاصلة في السودان، التطورات الحاصلة في اليمن وليبيا، وأيضا التطورات الحاصلة في المنطقة ككل، ومن ثم هناك مرورا على كافة القضايا الملحة التي تمر بها المنطقة العربية. هناك أيضا إشارة وتثمين لجهود والدور المصري للتعامل مع ملف القضية الفلسطينية، لمسناه هنا من اجتماعات وزراء الخارجية العرب، وما هو ما نتوقعه أن نلمسه أيضا من القمة على مستوى القادة والزعماء. نعم. تتعدد الملفات
الملفات وحتى هذه الدورة إن كانت دورة عادية، لكن الظروف الاستثنائية التي تحيط بالعالم العربي والتحديات التي تواجه العالم العربي تجعل هذه الدورة دورة مختلفة للغاية، تجعل الجميع يترقب عما ستتمخض عنه من تحركات فيما يتعلق بالملفات الأخرى. أيضا لا يزال حتى هذا الوقت هناك تمسك من الجانب العربي بمبادرة السلام العربية بأن التعامل بمبدأ السلام ومبدأ حل الدولتين فيما يتعلق بملف القضية الفلسطينية. أيضا هناك حالة من الرفض التام والغضب لمسناه في اجتماع وزراء الخارجية العرب فيما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة. الأمين العام لجماعة الدول العربية أشار بوضوح في كلمة واضحة صباح اليوم في اجتماع وزراء الخارجية العرب بأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية هو تطهير عرقي يرقى إلى جرائم الحرب، مخالف للقانون الدولي ومخالف للقانون الدولي الإنساني. ومن ثم يطرح الأمين العام رؤيته فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الفلسطيني والتحرك العربي. نعم، وسنتابع معك بالتأكيد مفاد التلفزيون المصري محمد عبد الله، شكرا جزيلا لك. أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة، وذلك لبحث إجراءات طوارئ جديدة طلبت جنوب أفريقيا فرضها بسبب الهجمات الإسرائيلية على مدينة رفح الفلسطينية. وذكرت المحكمة في بيان لها أنها ستستمع إلى محامين يمثلون جنوب أفريقيا الخميس وإلى رد إسرائيل في اليوم التالي. ويذكر أن مصر قد أعلنت اعتزامها بالانضمام لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. حذرت النرويج إسرائيل مرة أخرى من شن عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الفلسطينية. أكد وزير الخارجية النرويجي أن تداعيات هذه العملية ستكون كارثية على السكان، مضيفا أنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة. هذا وقد اقترحت الحكومة النرويجية زيادة مساعداتها للفلسطينيين هذا العام بمقدار 1,000,000 كورونا، أي ما يوازي 86 مليون يورو، وذلك مع اقتراب قطاع غزة من حافة المجاعة بعد 7 أشهر من الحرب وانقطاع المساعدات. أعلنت السلطات الصحية في غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد ارتكبت 8 مجازر جديدة ضد العائلات في قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 82 وإصابة 234 آخرين خلال 24 ساعة الماضية. وأضافت السلطات الصحية بقطاع غزة أن أعدادا كبيرة من الضحايا لا تزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم نتيجة كثافة القصف. وأعلنت السلطات الصحية في غزة عن ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 35,173 فلسطينيا، فضلا عن إصابة 79,000 آخرين منذ هجمات 7 أكتوبر الماضي. هذا وتواصل قوات الاحتلال قصف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ومدينة بيت لاهيا شمال غرب القطاع ومخيم جباليا. قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، قال إن قوات الاحتلال تواصل استهداف طواقم الدفاع المدني ما أدى لاستشهاد 69 فردا وإصابة أكثر من 250 آخرين من طواقم الدفاع المدني. طلب المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بتزويد طواقم الدفاع المدني بالوقود وإدخال المعدات الثقيلة لإنقاذ حياة العالقين تحت الأنقاض وانتشار للجثامين، مؤكدا وجود أكثر من 10,000 فلسطيني تحت أنقاض المنازل المنهارة بسبب القصف الإسرائيلي.
قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إن الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة لغزة مروعة. شدد كاميرون على ضرورة أن يقوم الاحتلال الإسرائيلي بمحاسبة منفذي الهجمات وفعل المزيد للسماح بإدخال المساعدات. كان متظاهرون إسرائيليون قد اعترضوا شاحنات المساعدات في أحدث حادث ضمن سلسلة تأتي في الوقت الذي تعهدت فيه إسرائيل بالسماح بدخول الإمدادات الإنسانية دون انقطاع إلى القطاع المحاصر. نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي ما لا يقل عن 8 ضربات على قوافل ومبان لعمال إغاثة في قطاع غزة، وذلك منذ أكتوبر الماضي. وقالت منظمة Human Rights Watch في بيان لها إن ضربات أدت لاستشهاد 15 شخصا على الأقل، من بينهم طفلان، وأصيب 16 آخرون. وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه الهجمات كانت موضوع تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مؤخرا، وتضمن أدلة مرئية واتصالات داخلية بين منظمات الإغاثة والجيش الإسرائيلي. وتابعت رايتس أن هذه الحوادث وقعت على الرغم من أن منظمات الإغاثة قدمت إحداثيات مواقعها إلى السلطات الإسرائيلية لضمان حمايتها. قالت السلطات الصحية في قطاع غزة إنه لا توجد مستشفيات تعمل في شمال القطاع وفي محافظة غزة. أشارت السلطات الصحية إلى أن مئات الآلاف من الجرحى والمرضى معرضون للموت جراء التضييق على المستشفيات، حيث يأمر جيش الاحتلال النازحين بمغادرة مراكز الإيواء دون تحديد وجهة آمنة. أصبحت تكية ملاذا أخيرا للفلسطينيين في قطاع غزة لتوفير الطعام اللازم للأسر النازحة. يأتي ذلك في ظل عدم دخول الإمدادات عبر المعابر الحدودية بسبب التعنت الإسرائيلي، فضلا عن تواصل عمليات القصف على أنحاء القطاع كافة. مع تواصل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وامتداد موجات النزوح من مكان لآخر، تستمر أزمة توفير الطعام اللازم للأسر النازحة، فأصبحت تكيات الإطعام هي الملاذ للنازحين. هنا في دير البلح في وسط قطاع غزة، اصطف عشرات الأشخاص أمام جمعية خيرية للحصول على بعض الوجبات التي يوزعها عمال الإغاثة. إحنا كل اعتمادنا هنا على التكية، ما بنطبخش إحنا عنا بالخيام، يعني بنحمد الله يعني لولا التكية هاي كان بتلاقي كل النازحين في وضع لا يرثى له، مع إنه يعني إحنا بدون شك إحنا بنفس الموقف حالياً. بس إذا سكرت يعني والله حتصير مجاعة. الجمعيات الخيرية التي تديرها الوكالات المحلية وكذلك المطبخ المركزي العالمي كانت تقدم وجبات للعائلات، لكن وكالات الإغاثة قالت إنه مع عدم دخول الإمدادات عبر المعابر الحدودية فإن المواد الغذائية وغيرها من الضروريات بدأت في الانخفاض بشكل خطير. معتمدين بالأول وبالأخير على التكية هان، أحيانا ما فيش معنا فلوس بتكون، وأحيانا ما فيش إشي متوفر، فمعتمدين على هذه الاعتماد تقريبا تقول 90% منها. فإذا سكرت المطل يجي هنا أشياء ويجي دعم ويجي هذا، فمش عارفين إحنا وين بدنا نروح وكيف بدنا نصير نتصرف بعد هيك. يعني بالنسبة للغذاء يعني معتمدين على التكيات بالدرجة الأولى، لأنه طبعا ما فيش شغل فيش عمل، بتنزل على الأسواق أكيد، يعني ما فيش أي مواد تموينية إلا الشغلات يعني البسيطة جدا حتى ما بتسد حاجة الإنسان يعني. لكن احنا بنلجأ قدر المستطاع على التكيات، لكن اذا صار انقطاع بالنسبه للتكيات فطبعا حنلجأ الى ما كنا عليه ما قبل في السابق. طبعا ما فيش طعام فيش غذاء، بدل ما ناكل 3 وجبات حناكل وجبه في اليوم ممكن ونقتصد يعني. والتكيه هي وصف يطلق على مطبخ يعمل في الاساس على اطعام الفقراء، وهو امر تكافلي قديم وينتشر في عده بلدان عربيه، وانتشرت في غزه منذ بدء العدوان الاسرائيلي الحالي لاطعام النازحين. نشرتنا تتواصل معكم على شاشة التلفزيون المصري وتتابعون فيها. مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي وقع بمحافظة صلاح الدين بالعراق.
أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي وقع بإحدى النقاط العسكرية في محافظة صلاح الدين بالعراق، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من العسكريين. أعربت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن تضامنها الكامل مع دولة العراق الشقيقة في هذا الظرف الدقيق، وخالص تعازيها وصادق مواساتها للحكومة وللشعب العراقي ولأسر الشهداء. وأكدت مصر على موقفها الثابت والراسخ الذي يدين الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. أعربت مصر في تصريحات للمتحدث باسم وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لدولة وشعب أفغانستان في ضحايا الفيضان المدمر الذي ضرب شمال البلاد، والذي أسفر عن أعداد كبيرة من الضحايا ووقوع خسائر مادية فادحة. كانت الفيضانات المدمرة التي سببتها الأمطار الغزيرة قد اجتاحت شمال أفغانستان وتسببت في مقتل وإصابة العشرات، كما دمرت نحو 3000 منزل وألحقت أضرارا بالأراضي الزراعية وألحقت أضرارا شديدة بكل المرافق. استأنف لبنان عملية إعادة لاجئين سوريين إلى الأراضي السورية بعد توقف لنحو عام ونصف العام. أعلن الأمن العام اللبناني عن تنظيم إعادة نحو 330 لاجئا عبر معبرين حدوديين في عرسال وبلدة القاع في إطار تأمين العودة الطوعية التي بدأها الأمن العام منذ 2017. من جهتها أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بوصول دفعة جديدة من المهجرين السوريين العائدين من لبنان عبر معبر الزمراني بريف دمشق. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة ملفات العمل بوزارة النقل، وخلال هذا الاجتماع تابع رئيس الوزراء أعمال تطوير البنية الأساسية للخط الأول لمترو أنفاق القاهرة، وإنشاء المجمع الصناعي لإنتاج الأنظمة المختلفة للسكك الحديدية والأنفاق وتصنيع الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي بمختلف أنواعها. كما تابع مدبولي خلال هذا اللقاء أيضا بدء التشغيل التجريبي لمشروع مونوريل شرق النيل، بالإضافة إلى بدء التشغيل التجريبي لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق المقرر لها غدا، وذلك بإجمالي 5 محطات جديدة لخدمة المواطنين، وكذلك التشغيل التجريبي ل10 سيارات تاكسي كهربائية داخل العاصمة الإدارية، وذلك اعتبارا من الغد. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة الموقف الخاص بسياحة اليخوت وتعظيم الموارد من هذه السياحة، وخلال اجتماع عقده لمتابعة جهود جذب وتعظيم سياحة اليخوت في مصر، أكد مدبولي أن هناك اهتماما بتيسير إجراءات دخول اليخوت والترويج المستمر لهذه السياحة، خاصة أن مصر تمتلك مقومات مهمة تسهم في ازدهار هذا القطاع المهم. وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق على عدد من المحفزات والتيسيرات الخاصة بهذه السياحة والإجراءات الترويجية لها، حيث تم إنشاء منصة إلكترونية خاصة بسياحة اليخوت في مصر تتضمن شرحا للإجراءات المطلوبة وتسهم في سرعة دخول اليخوت، فضلا عن تيسير تنقل اليخوت بين الممرات المختلفة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه طلب الاجتماع مع مسؤولي المجالس التصديرية المختلفة كل على حدة، وذلك بهدف العمل على دفع الصادرات في الفترة القادمة، لافتا إلى أن الاجتماع يأتي بهدف الاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم بهذا الشأن من أجل وضع مستهدفات واضحة لكل مجلس تصديري والعمل على تحقيقها. جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي بأعضاء المجلس التصديري لمواد البناء وغرفة صناعة مواد البناء. شهد الاجتماع التأكيد على أهمية الانتظام في صرف مقابل الأعباء التصديرية، لأن برنامج رد الأعباء من أهم أسباب زيادة الصادرات.
نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة زيارة لوفد من القيادات الشبابية الإعلامية العالمية من 22 دولة مختلفة، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة. يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على نشر الوعي الثقافي والوطني والتعريف بجهود الدولة المصرية وما وصلت إليه من تطوير وتحديث في شتى المجالات. وتضمنت الزيارة عرضا تقديميا عن تطور المنظومة التعليمية داخل الأكاديمية، أعقبها جولة للمنشآت التعليمية والتدريبية والقاعات الدراسية التي تم تصميمها وفقا لأحدث الأسس العلمية الحديثة. وأعرب الوفد عن شكرهم للقوات المسلحة عن تنظيم مثل هذه الزيارات للتعريف بمنظومة التأهيل داخل الأكاديمية. انطلقت فعاليات ورشة عمل في مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة بهدف الاطلاع على تجربة بنك المعرفة المصري. حضر هذه الورشة وفود من 20 دولة عضو في اليونسكو ومنظمات دولية أخرى، حيث تهدف اليونسكو لنقل التجربة المصرية الرائدة عن بنك المعرفة المصري للدول الأعضاء. بحضور وفود 20 دولة من أعضاء منظمة اليونسكو، انطلقت فعاليات ورشة عمل مشتركة بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للاطلاع على تجربة بنك المعرفة المصري وتبادل الخبرات بين الجانبين. بنك المعرفة بيستضيف أكثر من 43 عضو ممثلين ل 20 دولة من أوروبا وآسيا وأفريقيا والدول العربية، علشان يشاهدوا على أرض الواقع من خلال التجربة بتاعت بنك المعرفة ماذا تم تحقيقه. بنك المعرفة هذه المبادرة الرئاسية اللي بدأت في 2016 بهدف نشر العلم والبحث العلمي والثقافة والمعرفة لكل المصريين. كممثلة لمنظمة اليونسكو أود أن أشكر الحكومة المصرية على هذه التجربة الرائعة. هذه التجربة عملت عليها منذ سنوات لتطوير العمليات التعليمية وأيضا لمواجهة أي التحديات. نحن بالطبع لدينا مسؤولية للتعامل مع التطور التكنولوجي، لذا نحن سعداء أن نتواجد اليوم للحديث عن بنك المعرفة المصري. الورشة انطلقت وسط إشادات بمبادرة بنك المعرفة المصري، والذي يوفر الوصول إلى أكثر من 100 مليون مادة معرفية من أكثر من 1000 دار نشر دولية وإقليمية ومحلية، بما يساهم في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمراكز البحثية على المستوى الدولي. نحن سعداء أن نكون هنا اليوم لكي نستفيد من التجربة المصرية في بنك المعرفة المصري والذي يتوافق مع التعلم الرقمي. وهنا يأتي دور منظمة اليونسكو لمساندة الدول في مجال التعليم سواء كان إلكترونيا أو في المدارس. ومن خلال ورشة العمل اليوم سنستمع للتجربة المصرية وعما حققته من نجاح وما واجهته من تحديات، لكي تستفيد الدول الأخرى وتستطيع أن توفر منصات تعليمية مجانية سهل الوصول إليها. لقد قمنا بالعديد من الخطوات لدعم التعليم الرقمي، وبنك المعرفة المصري هو أبرز الأمثلة. نحن نعمل على تقديم كل الدعم لتوفير تعليم ذي مستوى عال، ومصر لديها تجربة رائدة في دعم التحول الرقمي للعملية التعليمية وتدريب كل العناصر على هذا التحول، وهذه تجربة مفيدة لكل الدول. ويأتي إطلاق بنك المعرفة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بهدف بناء مجتمع أكثر وعيا يكون قادرا على مواجهة تحديات القرن 21 للنهوض بالاقتصاد الوطني ودعم رؤية مصر 2030. جرمين إبراهيم، التلفزيون المصري. نظمت لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة تحت عنوان الإعلام والثقافة العلمية نحو ثقافة منخفضة الكربون في مصر، وذلك بهدف التوعية بالتغيرات المناخية وبتأثيراتها. أكد المشاركون في المائدة أن مصر اتخذت خطوات كبيرة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية والتحول إلى الطاقة النظيفة والابتعاد عن الوقود الأحفوري و كل ما يضر بحياة البشر.
المائدة المستديرة دي بعنوان الإعلام والثقافة العلمية بنتكلم فيها عن إزاي نقدر نمحو أمية الكربون من خلال تبادل مجموعة من المعارف ومجموعة من الأفكار اللي بتجمع حقيقة العديد من الخبراء وعديد من أساتذة الجامعة اللي اشتغلوا في المجال، وهي بالدرجة الأولى توعية وكيف يمكن للإعلام أن يدخل معنا في مشاركة كاملة لدعم فكرة أو دعم التوعية بمشكلة الكربون وأيضا التغيرات المناخية اللي سيدة العالم كله. دور الإعلام طبعا مهم جدا جدا في التوعية بالتغيرات المناخية، سواء كان عن طريق اللقاءات الثقافية أو الأفلام التسجيلية الوثائقية لعرض هذه القضية الهامة اللي بدأت يعني نقول بتجتاح العالم أجمع، وأثرها كلنا طبعا يعني بتنعكس علينا. احنا مش محتاجين في برامج البيئة بالذات وبرامج تغير المناخ إلى برامج طويلة، محتاجين رسالة صغيرة فعالة مؤثرة، ومحتاجين أيضا أن احنا ندي الأمل للناس في الرسالة، يعني بلاش الرسائل السلبية أنه كله ده في تلوث ده في كذا ده في كذا، لا خلينا ندي أيضا للناس عشان نديهم طاقة إيجابية للعمل فعلا للحد من هذه الظاهرة بشكل كبير جدا. نافذة اقتصادية الآن في السادسة، نتابعها مع رجاء رمزي. إليك رجائي. نهام الديب، نهى توفيق، شكرا لكم مشاهدينا. هذه الطائفة من أخبار المال والأعمال نسوقها لكم في هذه الجولة الاقتصادية. توجهت الجهود الاقتصادية المصرية نحو تحقيق الاستدامة والمرونة، ذلك من خلال تنويع السياسات المالية وتعزيز الاستثمارات ودعم القطاعات الحيوية. تتجلى هذه الجهود في التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي يسلط الضوء على التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري، وذلك في العام المالي الجاري. أكدت مؤسسة التمويل الدولية أنها ستضخ استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربعة مشروعات استثمارية واستشارية دعما للتنمية الاقتصادية في مصر وأفريقيا، ذلك في قطاعات رئيسية من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل. أوضحت المؤسسة أن هذه المشروعات تستهدف دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والشركات المتوسطة الحجم، تشمل برنامجا استشاريا مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في مصر، وذلك لتوسيع الرعاية الصحية الشاملة وتحسين جودة الرعاية وزيادة استثمارات القطاع الخاص في مصر. تواصل الدولة جهودها لتعظيم زراعة وإنتاجية محصول القمح لتحقيق اكتفاء ذاتي من إنتاج الغذاء المحلي. هذا وأعلنت محافظة الدقهلية استقبال 245 ألف طن من محصول القمح، وذلك منذ انطلاق موسم التوريد في 15 من أبريل الماضي. في
في إطار توجيهات الرئيس السيسي بالاهتمام بالمحاصيل الزراعية وفي مقدمتها المحاصيل الاستراتيجية، تتواصل عمليات حصاد القمح باعتباره المحصول القومي لمصر. في الدقالية بلغت الكميات الموردة من القمح 245 ألف طن استقبلتها الشوان والمصانع منذ اليوم الأول للتوريد والذي بدأ في 15 من أبريل الماضي. تصل المساحة المنزرعة بالقمح في الدقالية هذا الموسم إلى 252,292 فدانا، ومن المتوقع أن يصل إجمالي كميات المحصول الذي سيتم توريده إلى 400,000 طن يتم استقبالها ب 37 موقعا بنطاق المحافظة بساعة تخزينية تبلغ 289,000 طن. يصل سعر توريد القمح للعام الجاري إلى 2000 جنيه لأردب القمح درجة نقاوة 23.5 و1950 جنيها للأردب درجة نقاوة 23 و1900 جنيه للأردب درجة نقاوة 22 درجة ونصف. تؤكد الحكومة أن عمليات سداد المستحقات للموردين تتم خلال 48 ساعة، كما أصدرت توجيهات عاجلة للمحافظات بإزالة كافة المعوقات التي تعوق عملية استلام محصول القمح بالصوامع والشوان ونقاط التجميع وتأمينها والتأكد من صلاحيتها طبقا للشروط والمواصفات المعتمدة، وتفعيل غرفة عمليات بمديريات التموين لاستقبال أي شكاوى تعوق عمليات التوريد. وفي أسواق البترول العالمية، حيث ارتفعت أسعار النفط وسط توقعات بتقليص الإمدادات في ظل تعطل محتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات فضلا عن قوة الطلب وأيضا تخفيضات طوعية في الإنتاج. صعدت العقود الأجلة لخام برنت بما نسبته 1.2% لتبلغ 83 دولار 55 سنتا للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما نسبته 1.1% مسجلا 79 دولار 30 سنتا للبرميل، فيما قفز أسعار المازوت عالميا بنسبة بلغت 1.6% مسجلا دولارين 2.43 سنتا للتر، فيما صعدت أيضا أسعار الغاز الطبيعي بنسبة بلغت 2.3% مسجلة دولارين 2.25 سنتا، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك على توقعاتها بنمو قوي نسبيا للطلب العالمي على النفط في العام 2024. أكدت أوبك أنها ستحاول التركيز إلى الطلب المتوقع على النفط الخام من تحالف أوبك بلاس، يشير ذلك إلى أن التحالف هو الآن المنصة الرئيسية للتعاون للدعم في سوق النفط. أشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 2.25 مليون برميل يوميا في العام 2024 وبواقع 1.85 مليون برميل يوميا في العام 2025. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، نقدر لكم متابعتكم. عودة مجددا إلى نهى وريهام، فإليكم. شكرا جزيلا لك رجائي. أكد وزير الخارجية سامح شكري رفض مصر القاطع لسياسة لتغيير الحقائق والتنصل من المسؤولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، مشددا على أن إسرائيل هي المسؤولة الوحيدة عن هذه الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حاليا. جاء هذا التصريح تعقيبا على تصريحات وزير خارجية إسرائيل المطالبة بإعادة فتح معبر رفح وتحميل مصر مسؤولية منع وقوع أزمة إنسانية في قطاع غزة.
قطاع غزة. واعتبر وزير الخارجية السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح والعمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر. واستنكر وزير الخارجية بشدة محاولات الجانب الإسرائيلي اليائسة بتحميل مصر المسؤولية عن الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يواجهها قطاع غزة والتي هي نتاج مباشر للاعتداءات الإسرائيلية العشوائية ضد الفلسطينيين لأكثر من 7 أشهر وراح ضحيتها أكثر من 35,000 مواطن أغلبهم من النساء والأطفال. كما طالب وزير الخارجية إسرائيل بالاطلاع بمسؤوليتها القانونية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال من خلال السماح بدخول المساعدات عبر المنافذ البرية الأخرى التي تقع تحت سيطرتها. أكاديمية الشرطة وقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية استقبلان وفدا من وزارة الشباب والرياضة. يضم هذا الوفد الشباب المشاركين في برنامج ملتقى القيادات الإعلامية الشبابية للإطلاع على آليات إعداد رجل الشرطة ومنظومة الإعلام. بهدف ترسيخ قيم الولاء والانتماء والمساهمة في تبادل الخبرات بين الشباب في دول العالم وفي إطار التعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة، استقبلت أكاديمية الشرطة الشباب المشاركين في النسخة الثالثة من برنامج القمة العالمية للقيادات الشبابية الإعلامية والذين يمثلون عددا من دول العالم إضافة إلى مصر لإتاحة الفرصة لهم لمعرفة آليات إعداد رجال الشرطة. بيشارك معانا طلاب كلية إعلام الجامعات المصرية والجامعات العربية وكمان الجامعات العالمية. النهاردة مشارك معانا دول أجنبية كتير جدا. الرسالة والهدف الأسمى لتلك الزيارة هي إرسال صورة أكاديمية الشرطة إلى مختلف دول العالم من شباب الإعلام بالشكل الذي يليق بالدولة المصرية ووزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة. الولاد كلهم كان عندهم صورة ذهنية عن الأكاديمية من خلال اللي بيشوفوه في التلفزيون وفي الإعلام. النهاردة هم كانوا فخورين جدا إن هم في نفس المكان اللي موجودين فيه اللي كانوا بيشوفوا الحاجات دي فيه في التلفزيون. هؤلاء الشباب شاهدوا من خلال فيلم تسجيلي ما تملكه الأكاديمية من إمكانات ومرافق تدريبية وتعليمية متطورة تسهم في إعداد الكوادر الأمنية المحلية والدولية. اسمحوا لي أن أعبر عن خالص الشكر لهذه الأكاديمية الشرطية، وقد حصلت على عديد وكثير من المعلومات لهذه الأكاديمية. تفاجأت جدا بالجاهزية العالية والدقة الحديثة اللي موجودة هنا في الأكاديمية، وأتمنى أن الوطن العربي يكون بهذا المستوى. أشعر بسعادة غامرة أن أنا حضرت اليوم واستفدت الكثير من هذا الصرح العظيم الذي أقيم في هذه الأكاديمية. كما شهدت الزيارة تنظيم ندوة تثقيفية تحت عنوان دور الإعلام الأمني في التواصل مع المواطنين ودعم الاستقرار المجتمعي، وترجمة واقعية لهذه الندوة التي تؤكد ما تتمتع به وزارة الداخلية من قدرات إعلامية كبيرة. قام الشباب بزيارة مقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للاطلاع على التطور الكبير الذي تشهده المنظومة الإعلامية بالوزارة في أداء رسالتها في التواصل مع المجتمع وكافة وسائل الإعلام وبث رسائل مقروءة ومسموعة ومرئية للتعريف بجهود الوزارة وأنشطتها. شفنا قد إيه بيتم استخدام آليات متطورة جداً علشان تسهل من وصول المعلومة للجمهور، فكان الموضوع مميز لينا جداً. وزارة الداخلية إن هي بتهتم جداً بإصدار البيانات موثقة بالصور عشان ان هي تكون فيها كميه مصداقيه كبيره جدا للجمهور. قد ايه انتوا بتتابعوا كافه الاخبار وازاي بتقدروا تتحققوا من الاخبار وتردوا لو في اي شائعات، وبيكون الموضوع ده كله بيكون بسرعه عاجله. اثنى الشباب على الامكانات الكبيره التي يملكها القطاع وسرعته في التواصل والرد على الاستفسارات بشكل احترافي وإعداده المواد الإعلامية المختلفة التي تبث عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج وحرصه على أن تكون دقيقة وذات بعد وطني. إدعاء
دخلنا الاستديو وشفنا ازاي بيتم انتاج المواد الاعلاميه الخاصه بالقطاع، بتنتج على مستوى عالي جدا من الجوده الاعلاميه، سواء على مستوى الصوت او على مستوى التصوير او على مستوى المحتوى. في هنا تقنيات مختلفه كبيره جدا، في اجهزه مجهزه باحدث التقنيات، وده اللي بيخلي المركز دايما في افضل صوره طول الوقت. في جهود انا بصراحه انبهرت بيها، تكنولوجيا الاستوديو بتاع المكان مجهز باكمل وجه، طريقه التقديم مش طريقه تقديم معلومات قد ما هي فعلا مكان، يعني فيلم ممكن تستمتع بيه وممكن تشوفه. زيارات تؤكد على الرياده المصريه في مختلف مجالات العمل الامني والرغبه في التواصل المجتمعي الذي يحقق الاستفاده لهؤلاء الشباب ويطلعهم على الامكانات الامنيه المصريه المتطوره التي تسهم في تحقيق الامن والاستقرار. زيارات متتالية يستقبلها قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للاطلاع على المنظومة الإعلامية للوزارة والتي تسهم في الرد على الشائعات وإعداد مواد فيلمية متنوعة سواء مقروءة أو مسموعة أو مرئية لإطلاع المجتمع على الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وصلنا إلى ختام نشرة السادسة على شاشة التلفزيون المصري، ونذكركم بأهم ما جاء بها. بمشاركة سامح شكري، وزراء الخارجية العرب يعتمدون مشروعات القرارات وجدول أعمال قمة المنامة تمهيدا لرفعها للقادة. خلال لقائه نظيره اليمني، شكري يشدد على رفض مصر تهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر. دبابات الاحتلال تواصل التوغل في شرق رفح الفلسطينية، والأونروا تعلن نزوح نحو 450 ألف فلسطيني من المنطقة حتى الآن. وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا، تحية لكم وإلى اللقاء.